صباح النور لما. يسعد صباحكم. يسعد صباح المشاهدين. طيب بداية أخبرينا عن العلامات التي نستدل من خلالها على أن الطفل يتعرض للتنمر. يعني أهم العلامات اللي ممكن يلاحظها الأهل اللي هي تجنب الذهاب للمدرسة، يعني الولد بطل بده يروح للمدرسة، مش مهتم بالمدرسة، ما بيعمل واجباته، بهرب من المدرسة. غير هيك بنلاحظ انه في جروح على جسمه، لما بنسأله الطفل ما بيجاوب على هذه، على ليش عم بيصير معه هيك، شو سبب الجروح الموجودة عنده. ممكن نلاحظ بطل يهتم بالأنشطة اللي هو كتير بيستمتع فيها من قبل، بطل بده يروح عليها. كمان بطل يهتم بأنه يكون مع أصحابه، مع أنه كان اجتماعي ففي عزلة اجتماعية. كمان بنحس أنه بطل يهتم بمنظهره، بشكله. في قلق كتير بالنوم، في قلق كمان بخوف كل النهار. مثلا الأطفال اللي بروحوا على المدرسة لحالهم بهاي اللحظات ببطلوا يروحوا لحالهم، بصيروا يصروا أنه الأهل هم اللي وصلوهم، وكمان ممكن يغيروا طريق اللي بروحوا فيه على المدرسة. بالإضافة لهيك ممكن يكون في حالة عصبية شديدة، بنحسهم إنهم بينفعلوا لأتفه الأسباب، غضب وبكاء كل ما حدا بيجيب سيرة المدرسة، ما بيحبوا يحكوا عن المدرسة. كمان في أعراض نفسية بنحسها واضحة عندهم، في تراجع على مستوى السلوك مثلا، يعني في تبول لا إرادي، قدم الأظافر. مثلا نحس انه في كوابيس بالليل، في الشهيه، بيفقدوا شهيتهم، في الام سايكوسوماتيك سيمتوم، خلينا نقول اللي هي اعراض نفسيه جسميه. في اولاد بصير عندهم اوجاع بالبطن لدرجه انه الاهل بودوهم على المستشفى، بيفكروا انه في عندهم مشاكل بالامعاء، ولكن بيتضح انه هاي الالام ما لها اسباب عضويه، هي بس نفسيه. ففي كثير من هاي الاعراض اللي والعلامات اللي ممكن يلاحظها الاهالي وينتبهوا لها، اللي بتكون مؤشر لانه الطفل في ازمه ومرتبطه بالمدرسه. واللي مهم نبدا نسال شو عم بيصير مع الطفل في هذا الوقت. يبقى المتابعه اللصيقه وانتباه الام غالبا، لانه هي الاكثر تعاملا مع الطفل، بيخليها تشوف يمكن الملاحظات الاولى. كل أم عندها تطلعات لأطفالها وما تتخيل أنهم ممكن يتعاملوا مع الآن تسمعيني؟ إيه؟ لما الآن أسمع. تسمعيني؟ طب شو بدي أعمل؟ طيب لما الآن تسمعيني؟ ما سمعت، مش عارفة. طيب. مش عم بسمع؟ تمام، نبتدي من الأول. تعامل هلأ. أيوة سوري، متأسفك. مع تنمر الطفل على طفلها، أحيانا يتأخر اكتشاف الموضوع لأنه كل أم تعيش في نوع من الإنكار لأنه طفلها يتعرض للتنمر، ولكن خلاص عرفت أنه طفلها ربما يتعامل مع تنمر أو هو يتعرض لهذه الحالة، كيف تتعامل مع الطفل؟ أنا بقول دور الأهل هو الخطوة الوقائية الأولى بالتدخل بحالات التنمر. كتير مهم الأهالي لما يكون في تنمر يبدوا يشتغلوا مع أولادهم بالبداية. كتير مهم إنه ما يبالغوا بردود فعلهم اتجاه التنمر، لأنه إذا بدوا يصرخوا بدوا الرياكشن تبعهم أو ردود فعلهم تكون عنيفة، الطفل بده يزيد خوف وبده يضل مسكر على حاله، ما بنعرف شو عم بيصير معه. فبالتالي كتير مهم طريقة الحوار والتعاطي مع الموضوع تكون بهدوء أكثر، يكون طريقة الحوار كمان مبنية على السلاسة، ونبتعد شوي عن اللي لازم والصراخ والغضب على الأولاد لكيف صار معهم هيك. الإشي الثاني إنه نوفر جو من الأمان اللي يسمح للطفل يكسر حاجز الصمت والخوف الموجود عنده، ويبدا يحكي اكثر عن الموضوع اللي هو موضوع التنمر وكيف صار معاه. كثير مهم الاهل يعرفوا ليش عم بيصير معه، ليش يعني من امتى صار معه التنمر، وايش السبب التنمر. هل هي عشان ياخذ الواجبات؟ هل هي عشان يذل الولد ويهدده؟ شو عم بيصير بالضبط عشان نقدر نلاقي طرق لكيف نوقف هذا التنمر. يعني لما اسفه على مقاطعتك، ولكن
يعني طرأ علي سؤال أثناء حديثك، هل معقول أنه نكون نحن كأهل سبب من أسباب تحويل أطفالنا لأطفال متنمر عليهم من خلال الطريقة التي نتعامل بها معهم، ربما عدم إعطائهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم أو جرحهم دائما بالعقاب والكلام الجارح؟ نحن لا ننتبه، تعرفي كثير في مجتمعاتنا الشرقية للطريقة التي نخاطب بها أطفالنا، هل ممكن أن نكون نحن أحد هذه الأسباب؟ أكيد. أنا دائما بقول إنه الشخص اللي أصلا بتعنف هو شخص بيكون خجول، في لو سيلف استيم، يعني تقدير ذات منخفض، في خجل دائما، بيقدرش يعبر عن حاله، فيش مهارات اجتماعية قوية. فمن هون كمان طريقة التدخل لحماية الشخص الضحية للتنمر بتكون بتعزيز ثقته بنفسه، بتعزيز طريقته بالتواصل مع الناس، نعلمه كيف يوقف بقوة من غير ما يكون مهزوز أو كل الوقت هيك يعني حاني ظهره وبتطلع على الأرض، نعلمه يوقف يتطلع بوجوه الناس ويحكي بثقة، وكمان إنه يكون رافع اكتافه حتى الشخص المتنمر ما كمان يستهدفه، لأنه دائما الناس المتنمرين بيختاروا ضحاياهم بدقة وبيختاروا الأشخاص اللي عندهم تقدير ذات منخفض، الخجولين اللي مهاراتهم أقل. فبالتالي كتير مهم بطرق الوقاية نعلم أولادنا أن يكونوا، ندور على نقاط قوتهم، نقويهم، نخليهم يثقوا بحالهم، ونعلمهم كيف يكونوا البادي لانجويج، يعني جسمهم كيف ينعرض قدام المتنمر. الإشي الثالث الخامس اللي بدي أقوله إنه كمان نعلم أولادنا إذا أجى المتنمر علينا ما نبدأ نبكي، لأنه هذا، لأنه المتنمر بالعادة بتلذذ لما بيشوف الطفل قاعد بيبكي أو بيصرخ، فنكون هادين ونتصرف بثقة وبقوة كيف وبشجاعة حتى هو يعرف إنه ما رح يقدر يأذينا، ونتركه ونروح، ما نسمح له إنه يعتدي علينا، وإذا حاول يعتدي علينا بنقدر نوقف هذا الاعتداء. الإشي السادس اللي بحب أقوله إنه كمان ينضم الطفل هذا المتنمر لمجموعة من الأطفال اللي هم ضد التنمر، الأطفال الصحيين، بمعنى لأنه المتنمر ما بيروح على شخص مع مجموعة، بيروح على شخص معزول أو وحيد أو خجلان وقاعد لحاله مش كتير اجتماعي. فبالتالي كتير مهم يكون الشخص الضحية نحاول نضمه لمجموعة، وهذا بمساعدة كمان المدرسة والمرشد المدرسة إنه يكون دائما بهاي المجموعة. الإشي اللي بدي أقوله كمان إنه ندرب الأطفال الرياضة اللي فيها حماية والدفاع عن النفس، زي الكاراتيه وغيرها من الرياضات اللي بتساعد على تقوية الجسم من ناحية ومساعدته على إنه يحمي حاله. وكمان بحب أقول إنه كتير مهم إنه نعلم كمان المجموعات اللي موجودة إنه كمان في حال صار أي تنمر إنها تساعد هذا الطفل وما تخليه وحيد، وإنه الكل يكون خايف من التنمر. تحدثتي عن دور هاي المدرسة، هاي أهم الأشياء اللي بحب إنه الأهل يعلموها، ينتبهوا لها. ممتاز. تحدثتي عن دور المدرسة، التنمر يحدث في المدرسة أحيانا لا نعرف إذا كان على مرأة ومسمع من القائمين هناك أو المتابعين أم لا، ما هو دور المدرسة هنا وكيف نتوجه إليها؟ هل تفضل أن يتوجه إليها الطالب نشجع عن التوجه والتبليغ عما يتعرض له، أم يتوجه الأهل لدعم أبنائهم، أم كيف يجب أن نتصرف في حالة وجود طفل متنمر مع المدرسة؟ يعني احنا دائما بنشجع الاطفال انهم هم يروحوا يقولوا عن التنمر، يعني من قبل ما يصير معهم التنمر. هلا اذا الطفل كان خايف وما قدر يروح، احنا بناخذ الطفل وبنروح وبنبلغ اداره المدرسه، بنبلغ المرشدين في المدرسه لوقف هذا التنمر اللي بيصير ضد هذا الطفل، وكمان ليكون في برامج وقائية للحد من التنمر، لأنه لما بصير في ظاهرة بالمدرسة بنشوف إنه في طالب عم يتنمر عليه، معناه لازم نشتغل على خطط وقائية لوقف هذا التنمر. الخطوات ممكن تكون إنه التجديد على القوانين اللي بتحمي الأطفال وبتمنع التنمر ضدهم،
والأعمال العنيفة اللي بتصير ضد الأطفال، يصير في برامج كمان اللي هي وقائية بتشتغل عليها المدرسة ضد التنمر. يصير أنا بشوف إنه التنمر بالمدرسة لا. خطير، لأنه إذا 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 إحنا عم ننشر ثقافة الكره والعدوانية بدل ما يكون الصف عم بحب بعض، هذا دور المدرسة إنها توفر الأمان. دور المدرسة أيضا صحيح الأطفال، ومعالجة ربما معالجة الطفل المتنمر أيضا، بيعملوا عدائية كبيرة نعم حتى معالجة الطفل المتنمر صحيح. حتى المتنمر هو في الآخر أنا طفل ولديه ربما بعض الأشياء التي دفعت به عن هنا هو يحتاج إلى أن يعبر عن نفسه، فيجب معالجة الضحية والمتنمر في الوحدة الاختصاصية النفسية. لمعودة شكرا جزيلا لك. شكراً لكم.